نظري عملي إلى علاقة بفنون الحداثة وفنون ما بعد الحداثة والفن المعاصر. على هذا الأساس احنا اشتغلنا مجموعة من الأعمال، راح هسه نتكلم عن عمل كل طالب والناحية التقنية، أسلوب التقني والناحية الفكرة، ومن ناحية أخرى يحدد لنا تأويل العمل الفني. قلنا قضية جدا مهمة في درس التطبيقات الحرة اللي هي درسكم اللي يتجاوز الشكل الألكتروني، اللي يتجاوز الشكل المطابق لحقيقة الواقع. بالنسبة لهذه الفنون لازم نعرف الجذر المفاهيمي، يعني شلون تأسست وشلون تجذرت وشلون تحولت هذه الفنون ومقارنتها وبيانها ضمن إشكالية الهوية في الثقافة الغربية والثقافة العربية. أحبائي لازم تميزون وتفهمون الأشياء بحقيقتها حتى تتمكنون من فهم هذا التلقي لما يعج ويحصل في الساحة الثقافية العالمية والأوروبية، سيما منها في تحولات وتطورات بعض الفنون في فرنسا. الآن أحبائي أعطيكم فكرة عامة، يعني إحنا عندما نقول أين نحن، تساؤل دائما، التساؤل جدل يثير جدل حوار، التساؤل هو الجواب دائما بالحياة وعلى مستوى كل العلوم ومن ضمنها علوم الإنسانية، سيما منه الفنون. الفنون أحبائي تعرفون الفن يرتبط ووظيفته هو الجمال. أوكي؟ الآن إحنا أنتجنا نتاجات أعمال في خامات، وظفنا خامات مختلفة ومتغيرة. لماذا؟ كيف تحولت الخامات؟ كانت الرسم هو الفرشات واللون أوكي؟ رسم سواء ما تخطيط أو رسم مائية أو بالألوان زين، والنحت بالأضيان ابتداءً من مدرسة الدارة اللي هي عجت وخلقت ثورة تحول وحالة تمرد اللي صارت كيفية توظيف عجلات والإطارات وكاسات الألوان والخامات الغير متوقعة وتوظيف الرث والمهمل في توظيف الأعمال الفنية. فأصبح عندنا هنا الفن البيئي اللي يشارك الإنسان، حوار الإنسان في القاعات الغير مغلقة، في القاعات المفتوحة، تشوف النصب أخذ بإطار مختلف عن يتجاوز التقليدية، واضح؟ فصار النصب تتكون من مكونات الرف والمهمة، مثلا الإطارات الكبيرة مال الشاحنات والعجلات وكذا. أعتقد شفتوا على بالفيسبوك أعلن عمل فني حقيقة فنان سوري، نصب الحرية اللي مستوحى أساسا من نصب الحرية الأمريكي حامل الشعلة، وظفها بطريقة، يعني هنا صار أكو تأسيس للعمل الفني واقعين إلى أبعد حدود لا تنتج بالمعنى الحقيقي للإبداع. لماذا؟ لأن لا نزال نرجع لحنين الماضي، لا نزال نجسد الأشياء الماضية واللي الثقافة اللي نقتبسها من الغرب. على هذا الأساس صارت ثقافتنا ما تسمى هجينة، فخلقت إشكالية أحبائي على مستوى الرواية والقصيدة الآن كل ثقافتنا بالمسرح. أول ما يجي طالب، يمكن أستاذنا الفاضل يأيدني أو يشاركني في الرأي أو لا، نشوف المسرح والتصوير دائما نجوم السينما المؤسسين له فنانين غربيين أسسوا لهذا اللون، لهذا الشيء، لهذا المتحول في تطوير هذا النوع من الفن على مستوى المسرح والسينما وما شابه وحتى التشكيل. هذا لا يعني ننفي وبالكامل حضور الثقافة العربية والفن العربي، لا لا أقصد ذلك، لكن كأمر يستدعي ذكر كواقع حال معاش هو نتلمس من قريب ومن بعيد نتاجات وتحولات الفنون اللي
يهدد يومنا هذا في مثال، باعتبار ان الفن المعاصر هو وليد لفنون ما فنون ما بعد الحداثه، وما بعد الحداثه هي ليست تسميه، لم يوجد لها تسميه لان تسمى بشيء الا وان اتت ما بعد الحداثه، يعني الحداثه بعد فشل الحداثه اتت تسميه ما بعد الحداثه، والان تسميه اخرى بعد ما بعد الحداثه هي تسميه بقيت في امتداد الحداثه، هو من تجاوز ما نحكي على مستوى علم الاجتماع السوسيولوجيا او على مستوى الاقتصاد وكذا، نقتصر على فقط الفن، وانتم دراسات عمليه قدر الامكان ابسط الاشياء لكم حتى نستوعبها بشكلنا الصحيح. الحداثه احبائي لما فجرنا وابتدات من بيكاسو مثلا، هنا اكو كسر في نسق مجال التحولات الفنيه. مثلا احنا عندنا مثل ما تعرفون الكلاسيكيه والمرحله الرومانتيكيه، والمرحله الرومانتيكيه طبعا ظهرت بالادب والشعر، تعرفون هاي القضيه قبل الفن. هنا صارت مجموعه تحولات من الرومانسيه من الكلاسيكيه الى الرومانسيه الى الرومانتيكيه بقائمة على الاساس التعبيري، ومن ثم اتت الحداثه اللي فجرها بيكاسو، فشاف هنا لحظات قهر الكارثه، فهنا اتت الرؤيه، رؤيه الفنان بكسر المألوف. بعد ما نقضي هاي الخطوه راح نعرف شنو اللي حصل بهاي النتائج. احبائي بصوره عامه بعد نقول لازم نعرف نظره تاريخيه على فنون الحداثه وفشلها والانتقال الى ما بعد الحداثه، ناخذ نظره سريعه عندما نشوف نتاجات امريكا ظهرت قبل 300 الى 400 عام، لكن حضورها انتج الانسان والعقل، اوكي؟ هذا انسان او الموضوع جدا شائك، وعلى اساس انه شائك يدخل ضمن الاشكاليه ما احب اتطرق له، وانتم تمرون في طلب الدراسات اوليه ندخل يعني في تعقيد اكثر، سوى انه ابين لكم ملامح بسيطه حتى تفهمون اين نحن من هذه المساحات ومن ذلك وهذه الحقب الزمنيه اللي انتجت حضور هذه الامور، اوكي؟ فالحداثه هنا ما نقدر ننكر واقعنا في حضور امريكا اللي قريب قبل 400 عام اللي اسست العولمه والماسونيه والعولمه وسيطرتها على العالم. هنا عمليه تحولات الحقب الزمنيه هنا تصير تاسس متغير، الحداثه اسست نفسها بنفسها على هذا المتغير في وعي الازمان، وعي الازمان كالمتحول اللي حصل على تصميم النظريه في ارض الواقع احبابي، والاستفاده من هذه النظريه بالواقع هو يعتبر عمل بهذا المسار او هذا الاتجاه. احبائي حتى لا نطيل، الان درسنا يستدعي ويستوجب بنا ندرس لمحه مختصره عن تطبيقات حره وعن فنون الحداثه وما بعد الحداثه والفن المعاصر، وهاي مثل ما كعينه مجموعه نماذج من اعمالكم احب تتفاعلون معي في مساحه التاويل. احبائي احب اشير الى نقطه مهمه الا وهي انه عمليه جدل جماليات الكلام بين العمل الفني اي حضور الفنان وغياب الفنان من خلال العمل الفني والمتلقي، اذا علاقه التلقي بالنسبه للجمهور سيما المتخصص المتذوق علاقه جدليه وعلاقه ذائقه، واقصد علاقه ذائقه علاقه تجسيد المتعه وتفاعل عمليه التلقي مع العمل الفني، كيف تتم؟ ولماذا اتطرق لهذه النقطه المهمه؟ لاننا في وسط فنون مفاهيميه، فن فكري يستدعي لان نتناول هذا النوع من الذائقه، لماذا؟ لانه لم يعد فن مطابق لارض الواقع، لم يعد فن
كالفنون الكلاسيكية، رسم الإنسان كإنسان وقارك والفرس كفرس. إذن هنالك تحولات بالأشكال. فالقيمة الإبداعية، أريد أسأل واحد منكم سابقا وأنا أشرح هذا الموضوع. هنا أحبائي هنالك اتجاهين أو معيارين للحفاظ على قيمة العمل الفني على المستوى الأسلوب التقني، أوكي؟ بالنسبة لتوظيف الخامة والتفاعل معها، هنالك تجريب، أي كيف توظف مجردات الشكل الصناعي المتضادة راح تعطي القيمة الإبداعية وإمكانية هذا العملاق الذي يسمى مايكل أنجيلو أو مايكل أنجيلو عندنا يعني بالعربية. إذا اختيار نوعية الخامة أحبائي مهم جدا وضروري يدل على ويبين على مقدرة ورصد طالب الفن أو الفنان لانتقائه، مثل انتقاء الشخص بطريقة لبسه وطريقة أسلوبه وطريقة تعامله مع الآخرين، سيما أنهم يدرسون مجال الفن، ومجال الفن هو وظيفته واشتغالاته. هنا استخدم البرغي السميك وهنا برغي الأرفع، لماذا؟ حتى يخدم الشكل. هنا علاقة الجسد أسمك من الأقدام، فمثل هنا بمعادل موضوعي أحبائي تركيب آخر جسد هنا طالب الفن. هنا نجدين عبر عنها بنفس الخامة، براغي رفيعة وهنا جسد، هنا الحوض النت. إذا أكو علاقة بين البرغ والنت طالب الجميل، يعني العلاقة هاي ما غابت عن بال. هنا نفس الخامة والضبط في ملامح بسيطة تدل على أنه هذا النوع من على شكل عازل. هنا تركيب آخر، علاقة الشكل الهندسي، توظيف الشكل الهندسي. أريدكم هكذا تستقرون في مساحات تأويل العمل الفني. تأويل العمل الفني أحبائي يرتكز ضمن الذائقة، الذائقة هنا يحقق الاستمتاع والمتعة. متى تتحقق هاي المتعة؟ عندما الطالب أو المتلقي يعني العمل الفني على المستوى الشكل والقامة في التعبير في مستوى التشكيل والأسلوب التقني، ومفهوم آخر وهو أهم من الأول هو الفكرة. إذا بمعنى التأويل يقترن بالمعنى، أوكي؟ والمعنى دائما غالب، يعني لا يوجد أحبائي يقول إحنا دائما طبيعتنا طلبة منهم إن شاء الله من تتخرجون ومن الآن لا تتقيدون بقضية فكرية تقليدية، حرروا أذهانكم قدر الإمكان.